I don't think they're ready for this one. Hey guys, welcome back to a new video من Slam Break. هالجمعة رح كون عم نحكي عن موضوعين بس رح كون عم يعني متمشي هيك شوي صغير. أول شيء امبارح كان هالوين بارتيز بكل لبنان, so كل العالم عملوا هالوين بارتيز, every place كان كوستيوم بارتي. مساج صغير بس للبنانية يلي كتير هن كلاسي وفانسي وما حدا في يحكي معه لأنه هن كتير جان شيك كلاس A people. Bitch please. اوكي, أول شيء اسمها كوستيوم بارتي, إيجال العالم كله رايحة لابسة كوستيوم لأنه it's هالوين. وهالوين قبل ما تحكوا عن هالوين لازم تعرفوا الشخص ده, قبل ما تقولوا لي إنه هيدا عيد أمريكاني و it's an American holiday. No it's not, it's not an American holiday. هالوين is a pagan ritual. Pagan ritual يعني أيام الوثنية, وثنية قبل المسيحية قبل الإسلام قبل كل الأديان السماوية هلأ. أوكي, قبلهم كلهم كان في شيء اسمه وثنية, كان عندهم هنا their own rituals. هيدا قديم كتير. أوكي, All Hallows Eve, عيد كل شيء مقدس لما كانوا يضحوا بعالم وحيوانات وهيك ليرضوا الآلهة ويلبسوا الماسكات والكوستيومز كرمال يبعدوا الـ Evil Spirits. Anyway, it's a story هلا مش هالمشكلة. الفكرة هي ليه بتروحوا على هالوين بارتي مش لابسين كوستيومز؟ إنه أنتو مين؟ أو أنتو شو؟ يعني on a day-to-day basis إذا رايحين على سهرة تانية حيالها جمعة حيالها نهار في واحد أهبل اللي لابس كوستيوم بالسهرة بيكون هو الأهبل والبقى بكرر إنه عادي. بس إنه لما نكون نحنا بي كوستيوم بارتي وتجوا أنتو 50-60 واحد مش لابسين كوستيومز أنتو كتير فانسي ما بدكم تبينوا هبل, ما بدكم تبينوا مساطير, بالعكس أنتو بتبينوا الهبل لأنه أنتو جايين على كوستيوم بارتي مش لابسين كوستيومز. بصير تطلعوا بالعالم إنه ييلك هيدا شو عامل, ييلك هيدا شو لابس, إيه shut the fuck up please. روحوا على البيت قفوا ليلة سهر, مش هالمشكلة يعني قفوا ليلة سهر قطعولنا هالليلة الشرموطة يعني مشولنا إياها. تاني شيء اللي بيحط مثلاً the minimum amount of effort بالكوستيوم يلي هو مثلاً الشاب يلي بيجي تياب طبيعية كل شيء عادي ما في شيء مبين ليعمل لك هيك مثلاً تنتبه انت عنه هون في زيح قطبي قطبي انه هو مجروح شو وقعت عن بسكلات that's your costume يعني الحمد لله على السلامة حبيب قوم على الأرض يلا روح على البيت. البنات bunny ears انه playboy bunny you're not a playboy bunny حبيبي with all due respect يعني oh my god no. بتذكروني ب Mean Girls يعني هيدا انه I'm a mouse duh. You're not Regina George, you're not Karen Smith, you're not Katie Heron أو Gretchen Wiener, so it's fine, calm your tits, روا. تاني موضوع هو لبنيز birthdays. هلا كتير ما عرف ليه بأكتوبر بنوفمبر أو يمكن بس أنا عندي إنه أكتوبر نوفمبر وديسمبر فيهم كتير أعياد بيجوا ورا بعض يعني عالم أهل مخلفة يعني من 9 أشهر عملوا ساكس حبلة الأم كلهم خلفوا وهو 3 أشهر كتير ضغط أعياد. فلنبلش مساج للجميع, ما بقى تعملوا لي عيدكم a 3 day 4 day 1 week celebration. اوكي, ما حدا معه هالقد بادجت لكل يوم نروح على مطعم سهرة ويكند بزحلة مدري وين فريا 3 ايام ناخد بانجلو باربيكيو والكول وغيفتس وهذا شد فك اب. ما نكون باريس هيلتون خيي, مين فاكرين حالكم؟ ما عرفت جيب جاتو اس جاتو هابي بيرثدي خد الكادو ثانك يو فور بينج الايف يعني كونجراتوليشنز اون ليفينج وان مور يير نيكست. عرفتوا كيف انه عادي رواء. تاني شيء البابليك بيرثدايز بدنا نوقفهم لانه البابليك بيرثدايز ايجال نحن قاعدين بمطعم عم نتعشى كلنا بيكونوا كلهم خالتين انه شو حدا يقول له نحن جايبين له جاتو بدنا نقص له جاتو. اوكي, بصير كلهم بالبلبوشه حدا بيمدي شعبي للويتر ولا حدا ينتبه بصيروا انه هلا الشمع منجيب الجاتو بيصير جاتو بشكره انه هابي بيرثدي تو وصاحب العيد قاعد هيك هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي. ببطل عارف حاله صاحب العيد اذا المفروض يزقف او يقوم يخلع على الطاوله او انه ما نا مش عارف حاله بيعمل وصلة رقص بيقوم يبوس الكل بدي يقص بالجاتو بدي يقص بالقلب to make the wish come true as if that shit makes sense يعني فجأة انه لا قص السكي لا تسكي بالقلب سيكون صارخو. وهيدا اذا طفيت الشمع مرات الشمع بتضلها مولعتها بيكون خلصت الغنية بيكون صار مغنينا ب 3 languages يعني بيكون بلشنا بالسنة حلوة يا جميل joyous anniversary happy birthday to you بعد شوية رح يبلشوا يعني
بالاسباني غنوا انه بعد الشمعة ولعانة نحن قاعدين ناطرين الشمعة بس لهو يقص الجاتون ونزقف له زقفتين وهابي بيرثدي. فايه بعدين انه you make the whole restaurant kind of uncomfortable لانه بصيروا كلهم انه قاعدين نحن عم نحكي حديث خي ما بعرف عم بحكي عن ستة يلي معها كانسير وعم بتموت ورفقاتي عم جربوا يراضوني بس احنا على الطاولة اللي حدكن. فجأة بنضطر نقطش كل الحديث لانه في حدا عم بيقص جاتو عم بيصرخوا له كل رفقاته هلا congratulations happy birthday حبيبي يعني بس كان فيك تصل جاتو بالبيت وعم تجي تتعشى مع رفقاتك تهيصوا تصرخوا تنط تعم بدكن ياه بس انه like calm your tits it's a fucking birthday ما بدها هالقد يعني ما انه انجاز بالحياة اذا عشتوا سنة not really عرفتوا كيف اذا فكروا فيها you're getting older getting older sucks مش شوية بس هلا هلا 18 بعدهم صغار مبسوطين فيها وصلوا مساج لرفقاتكن انه guys جربوا خلوها at a minimum لانه ما كتير هلا وضع الشغل مش كتير ظابط عم بيشيلوا عالم من الشركة انا ماني عارف شو عم بيصير امبارح حدا قال المدير وماني عارف حالي اذا رح ضلني بالشركة او لا مثله لانه seriously they're gonna bleed you dry يعني literally شكوا النربيش بالشريان تبع القلب وعم بيفضوا الدم منكن رح ينشفوكن رح يسحبوكن وكل جمعة في بيرثدي وجاي كريسمس وجاي نيو يير هوديك كل واحد فيديو لحاله عندهم Oh my god. بس anyway. Okay. Try to calm down. ما بقى تعملوا هالهيصة لأعيادكن. ما بقى تعزموا 55 لل 85 شخص على عيدكن. وبدكن كل انسان يكون. ويلي ما بيجي شو هاش لك ما اشت على عيد. شو هاش شرموطة ما اشت على عيد. هلا يجي بحكي هيك انه لانه With all due respect and no sexism. Calm your tits. Okay. Girls tend to make a bigger deal out of their birthdays than guys. معنى في كم شاب يعني كان بيجوا انه Oh my god my birthday بس نروق ما بدها هالقد ما بقى فيكن تعزموا كل هالعالم تروع عن كل العالم تكون قادرة انه تجي تحضر لك عيدك بلاس فيغاس تاني نهار عيدك بنيويورك تالت نهار عيدك بمدريد رابع نهار بعد عيدك بعد ما خلص نرجع بنرجع على بيروت مننط من كابريس لارو لا 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 بنور كل شي في محلات لانه نحنا بدنا نعيد عيدك cause you are that special someone who's a complete bitch وكلنا بنحكي عليك من ورا ظهرك بس لا نحنا ما بنقبل نحنا بدنا نحكي نحن كلنا بنحضر عيدك او ان كان شاب you are the complete asshole بس نحنا كلنا بنحضر عيدك وكلنا مضطرين نحفظ ناشر هالفترة لانه هيك ف spare me the time and the effort وإذا قلت إنه I'm not coming to your birthday means I'm not coming to your birthday بجيب لك كادو خيي بعيدك face to face make it more personal إنه happy birthday حبيبي thank you for being a friend if you were a friend and a good friend if you're not a good friend go suck a dick يعني fine die I don't know anyway هذا الفيديو guys لا this week I hope you enjoy it like share subscribe and I'll see you guys in a new video next week see ya